واحدة بتقول انا زعلانة جدا يا سيدنا، حضرت انا وحماتي من اخر الهرم لنحضر اجتماعك المبارك ونتحمل عناء المشوار لنصل الى قريتنا وهي كرداسة، كل هذا ونحن فرحون. ولكن بعد ما حضرنا وجلسنا في المقدمة حضرت سيدة وكلمتنا بعنف قائلة ان هذا مكانها منذ 30 سنة، حقك علي. والست اللي قومت من محلها وقالت لها ده محل معي من 30 سنة، معناها ما استفادتش روحيات من 30 سنة.